في قناه النادي الاهلي. كل الامور الوثائقيه اللي بتشوفوها من خلال شاشه قناه الاهلي بيبقى فيه تيم وورك، فريق عمل بيشتغل عليه استاذ محمد مصطفى. النهارده بقى فرصه هو معانا نعرف منه بتحضروا لايه واخر حاجه اشتغلتوا عليها وايه المفاجآت اللي جايه. طيب بص، اللي جاي احنا دايما ما بنقولش احنا بنعمل ايه، دايما بنفاجئ الناس بالشغل بتاعنا. يعني انا ممكن اديك بريف سريع على شغل الوحده الوثائقيه في الـ في الـ في الـ في الثلاث سنين اللي فاتت. الحقيقه الوحده الوثائقيه في قناه الاهلي سريعا عملت 10 افلام لغايه النهارده، واجزم ان طبعا قناه الاهلي هي اول قناه رياضيه او اول قناه عموما في مصر تعمل افلام وثائقيه رياضيه. في قناه اخرى عملت بعدها، ولكن في فرق شاسع بين شغل قناه الاهلي واي شغل تاني. يعني عملنا صالح سليم وجعفر ولي باشا، وعملنا نادي الوطنيه، وعملنا ثابت البطل ومحمد عبد الوهاب ومؤمن زكريا وعم حارس والحلم عن تاريخ الاهلي الافريقي. طبعا في حاجات كانت مشيت بسلاسه، وفي حاجات كانت صعبه جدا زي فيلم صالح سليم، كان صعب جدا رغم انه ربنا سبحانه وتعالى كرمنا فيه في الاخر ان هو طلع بشكل عجب الناس كلها. خلينا نقول للناس الوقت والمجهود ان علشان العمل يظهر للنور على شاشه قناه الاهلي اكيد متطلب وقت كبير وفريق كبير للعمل. بص هقول لك على حاجه، هي حسب الفيلم. يعني احنا عملنا فيلم واحد تسجيلي اللي هو عم حارس، اكنه عملناه عباره عن حياه عامل غرفه ملابس في صوره عم حارس من الصبح لما بيقوم لغايه اخر اليوم. ده فيلم تسجيلي حي. بقيه الافلام كانت وثائقيه. يمكن الفيلم التسجيلي ما خدش وقت زي الباقي. يعني انت فيلم صالح سليم خد 9 شهور. انت طالب مطلع ساعتين شغل، مصور حوالي 35 ساعة عشان تفضل تلم منهم نوصل لثلاث ساعات. وبعدين ثلاث ساعات دي كنا عمالين محتارين ازاي نخرج، نشيل ايه، مش عارفين. وفي المونتاج بياخد وقت برضه. لا هو المونتاج وكان معانا الحقيقة اسلام الشهاوي وكريم طناني هايلين جدا في المونتاج. لكن هقول لك على حاجة غريبة جدا، وده اصعب فيلم عملناه. وفي فيلم طبعا زي عبد الوهاب وزي فيلم ثابت البطل والافلام دي كلها، لكن انا هقول لك على حاجه غريبه جدا. يعني يمكن الوحده الوثائقيه عملت حاجه تانية انا شايف انها اعظم حاجه اتعملت في الوحده الوثائقيه. برنامج محضر مجلس الاداره 30 حلقه. انا يمكن فخر لي انا شخصيا ان انا اكتب السيناريو بتاع ال 30 حلقه دول بربطهم، ان مربطوا تاريخ النادي الاهلي مع تاريخ مصر السياسي الاقتصادي الاجتماعي في وقت نشأة النادي الأهلي. عملنا النادي الأهلي من التأسيس وحتى الاحتفال باليوبيل الذهبي سنة 1957. أنا بعتبر ده بالنسبة لي أنا أنا شايف أعظم حاجة اتعملت وثائقية. وثقت ده بشكل رسمي. وخصوصا إنه كله من المحاضر الرسمية، محاضر مجلس إدارة النادي الأهلي. تمام. خلينا نروح لضيفنا الثاني المحلل الفني الأستاذ كريم سعيد. شفت الاول قبل ما نروح لمباراه البنك الاهلي الاول، شفت ازاي تتويج الاهلي ببطوله مهمه، مباراه مهمه امام فريق كبير